يعني انت جاي لعندي مشان تدوري على بيت تنامي فيه؟ بس ليش؟ ليش ما تحملتي الوحدة يا سالوني؟ يعني اقتنعتي بالأخير إنه أنتي ما رح تقدري تكسريني أو تزليني، مشان هيك اجيتي لعندي اليوم لتترجيني. وين سالوني؟ وين سالوني اللي دائماً بتنظر وبتعطي محاضرات؟ وين سالوني اللي كانت دائماً رافعة راسها لفوق وما بتنحني؟ وينها؟ اللي كانت تطلع بالشخص اللي عم يحكي معه وبعيونه. مو انتي قلتي انه الثروة والمصاري بتجي بالاحترام مو بالاحتيال؟ اطلعي وشوفي كيف صارت كل ثروتك هلأ تحت رجلي. وزوجك هاي العيلة اللي كانت ثروتك واللي كنتي دائما بتفتخري فيها صارت تحت رجلي. زعلتيني عليكي اول مرة بشوفك بهالشكل. وقفي، ما حدا يحكي شي. إذا واحد فيكم بيحاول يحكي كلمة واحدة ليلوم إلا حاله. كملي بنتي، كملي. شكراً بابا، أنا آسفة كتير حبيبتي، ما رح أقبل تعيشي بهذا البيت. وبصراحة أنا بدي شوفك عم تعاني أكتر من هيك، يلا ترجيني. ولا قلك لا تترجيني، حملي حالك وروحي دوري على بيت تاني غير هاد، لأنه سياستنا بهذا البيت ما بتسمح لنا نستقبل الشحادين اللي مثلك. أنا آسف، والله مو بقصدي، الله وكيلكم، ما قصدي يا مدام، يعني قصدي يا ستي، عن جد أنا ما كان قصدي. خلاص خلاص سامحيني، أنا بعتذر منك كتير. لك خلاص. لعمة لا تعليني برات البيت، والله العظيم هاي آخر مرة. لك خلاص بعد عني هيك. لحظة، والله مو بقصدي، ما بقصدي يا جماعة، والله ما بقصدي يا مدام يا ستي. ليش هيك كبيت القهوة علي؟ لكن أنا كبيت القهوة عليكي قصداً. شو؟ إيه قصداً؟ لأنه بدي أحكي معك وما بدي حدا يسمعنا. بخصوص شو؟ اللي أنا بدي إياه إنك تشوفي سالوني وعيلتها عم ينزلوا تحت رجليكي، بس ما بتزبط إلا إذا سالوني عاشت معهم بهذا البيت. يعني؟ نهار وعيلته هلأ موجودين هون وهنن قدام عيونك، بس كيف بدك تعرفي سالوني شو عم بتساوي ببيتها؟ ويمكن تكون عم بتخطط لشي تأذيكي فيه؟ اسمعيني منيح، وأكيد أنت ما رح تقدري تحطي عندها كاميرا مراقبة، إيه؟ وأنا شايف إذا بتجي سالوني لتسكن هون بيكون ممتاز. يعني تخيلي سالوني تكون هون وانتي عم بتزلي نهار وتتحكمي فيه قدام عيونها، هذا الشي بيزلها لسالوني وبيخليها تعاني كتير. آخ، وفوق هاد كمان سالوني رح تعاني لما تشوف عيلتها عم تنهان وتنزل. ها؟ أنا عم بقترح عليكي بس ومالي مصلحة أبدا. طيب انت ليش بدك تشوفهم عم ينزلوا؟ يعني أنا ما بعرف ليش، بس المفروض إنه سالوني تتزوج نهار، بس انتي طلعتي لنا فجأة. قصدي انه نهار هو يلي تزوجك، بس بعرف انه انتي عانيتي كتير من هاي العيلة وكمان انا شاهد على هالشي. وانتي بتعرفي منيح انه سمعة الرجبوتيين غالي علي كتير وما بقبل انه تنهان، بس